شكرا يا زميل حفيظ دراجي. إذا هكذا الوفاق الصيفي الجزائري يتأهل على حساب مواطنه مولودية العاصمة إذا بفوزه بهدفين مقابل هدف واحد وخسارة أيضا الدفاع الجديدي. هذه الصور إذا لأحسن لاعب في الوفاق إذا جابو الذي قاد فريقه للتأهل للدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وفرحة كبيرة لجماهير الوفاق الصيفي الذي طبعا تنقل بأعداد كبيرة إلى ملعب الخامس يوليو الذي يسع لمئة ألف متفرج جمهور غفير. إذا سنذهب إلى فاصل، بعده سنعود وبذلك هدفين مقابل هدف واحد. الوفاق طبعا كان سباقا وذلك من خلال مهاجمه جحنيت وذلك من كرة ثابتة فتح شهية الوفاق. حدث هذا في الدقيقة الخامسة هدف مبكر، لكن الوفاق لم يكتفي بهذا الهدف من جحنيت وإن كان هناك مشاركة للمدافع أيضا. في الدقيقة 27 هو اللاعب حبيب بوغلمونة يعمق الفارق وذلك مستفيدا من تمريرة رائعة لصانع الألعاب جابو الذي قام بكل شيء في هذه المباراة. ومن ركلة جزاء في الدقيقة 41 مولودية، وهذا هو الترتيب الآن. الوفاق ومازيمبي في الدوري المقبل، الدفاع الجديدي ومولودية الجزائر خارج المنافسة، لكن هذا في الشوط الأول فقط. عبد العمر، إذن بداية قوية مبكرة إذن للوفاق، وكان هناك تصميم من الوفاق أكثر من المولودية. مثل ما قلنا أن الوفاق يلعب على هدف واحد واضح المعالم وهو الفوز دون انتظار أي نتيجة وليس تحت رحمة نتيجة الدفاع الحسني الجديدي، وبالتالي هدف مبكر دقيقة خامسة أثر على المباراة. أكيد أثر على المباراة وشتت دفاعات المولودية التي لم نعهدها أبدا بمثل هذا الثقل. مثل ما قلت في البداية أن جابوا بوغلمونة جحنيت وغاشا رباعي التزم تكتيكيا بدفع القاطرة الهجومية وكان له تسجيل هدفين. الهدف الأول من سجل مبكر. المدافع من المدافع جحنيت. ما بين الاثنين انظر رمز المدافع، لكن جحنيت ضعها في مكان لم يترك للمدافع أي خيار ولا للحارس، مكان خطير جدا، كرة علوية. هذا الهدف الثاني تمريرة مليمترية من حسام غاشا إلى جابوا أيضا بتمريرة مليمترية إلى الهدف بوغلمون. رائع بوغلمون، هدف رائع مصنوع تكتيكيا، لعبة منسجمة، تمريرة نعم. جيدة، رؤية واضحة من صانع الألعاب جابو وبوغلمون، عملية الإنهاء ممتازة وتواجد وتايمينج ممتاز في ظل في غياب دفاع دفاعات المولودية نعم. والفراغات ونجد هذا نعم. الصيف سيطر كليا على وسط الميدان وعلى الكرة الثانية التي تميز بها أوماندي وربيعي اللذان قاما بدور كبير جدا في الارتكازات التي امتاز بها الصيف. أضف إلى ذلك الهجوم الذي سجل هدفين وقام بدوره، الهداء الدفاع نعم. الذي تلقى من ضربة جزاء في الدقيقة 41، ولحسن حظ وفاق سطيف أن هذا الهدف جاء في الدقيقة 41، لأن المولودية بعد ذلك ركبت المباراة نوعا ما وزعزع التركيز لاعبي وفاق سطيف. هذا الهدف أعطى شحنة معنوية للاعبي مولودية كانوا أكثر تنظيم مقارنة مع قبل الدقيقة 41. نعم، من حظنا أيضا ومن حظ المباراة أن المولودية سجل أيضا قبل نهاية هذا الشوط لكي تشتعل المباراة أكثر في الشوط الثاني، هذا ما نتوقعه. لكن الوفاق الصيفي سيطر على مجريات الشوط الأول، سجل هدفين، وكأن المولودية غير جاهز لهذه المباراة. لم نشاهد يعني المولودية، لم نشاهد تمريرتين ثلاثة نعم متتالية. نعم، يعني كما كان متوقع، يعني الطوسي قدم تشكيلة على نزهة هجومية، الهدف الوحيد هو الفوز وتسجيل الأهداف، وهذا ما وصل إليه، لأن المولودية كان متخوف لأنه كانت عنده فرصة التعادل تعطيه كذلك فرصة أخرى على الصيفي، إلا أن التركيبة البشرية مال وفاق ستيف كانت منسجمة متقاربة الخطوط، لاعبين ارتكاز يقومون بالمهام الدفاعية، وكان ممكن أنه يتصرف بطريقة أفضل ليسجل هدف ثالث، لكن هذه الكرة راحت برا الملعب، والهدف بعد ضرب الجزاء يعطي
يعطي وينعش آمال المولودية. نتمنى شوط ثاني تكون حسابات أخرى، والمدرب كازوني يعطي حلول أخرى، لأن الحلول الهجومية ليست موجودة. حتى نقاش المنشهده يتحرك على الأطراف ومتركز كان في وسط الدفاع أمام مدافعين على مستوى عالي، سواء سعد أو بدران أو حتى الرضواني وفرحان. كابتن سأقاطعك للأسف، ليس هناك وقت أيضا. كابتن عامر سأعود إليكم في نهاية المباراة إن شاء الله، سنأخذ أكثر وقت.